السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن في حصة اليوم غادي نحاول نشوفو كيفية حساب نهاية الدالة الحدودية لا فونكسيون بولينوم لوسكو إكس تونفيغ أ موان لانفيني إي أ بلوس لانفيني. إذن قبل ما نبداو في التمرين غنحاولو نشوفو الخاصية لا ليميت دو فونكسيون بولينوم أو موان لانفيني أو أون بلوس لانفيني إي إيكال أ لا ليميت دو سون تيرم دو بلو أو دوغري. يعني أن نهاية الدالة الحدودية تساوي نهاية الحد الأكبر درجة لهذه الحدودية. طبيعة الحال النهاية في موال لانفيني وفي بلوس لانفيني ماشي النهاية في عدد. إذن نبدأ بأول دالة لا ليميت ديال بي ديال إكس إكس تون فيغ بلوس لانفيني لا ليميت ديال 5 اكس اس 3 ناقص 3 اكس زائد 1. اذا هاد الحدوديه اولا هاد البولينوم لها 3 لي تيرم. دونك حنا كنشوفو اكبر حد، اذا الحد الاكبر درجه هو اكس اس 3. هنا عندنا اكس وهنا عدد ثابت، اذا هذا هو الحد الاكبر درجه. اذا لا ليميت ديال هاد البولينوم هي لا ليميت ديال 5 اكس اس 3. اذا لا ليميت ديال اكس اس 3 بلس انفيني هي بلس لانفين. الان دابا لا ليميت ديال بي اكس لوسكو اكس تونفير ا موان لانفيني، اذا نفس العمليه. اذا 5 اكس اس 3 ناقص 3 اكس زائد 1. إذن لا ليميت ديال لو تيرم لو بلو او دوغري إذن هو 5 اكس على بوسونس 3. إذن هنا ناقص لا نهاية اس 3، إذن غتكون هي ناقص لا نهاية. بالنسبة لا ليميت ديال اكس اس ان في موال لانفيني، إلا كانت ان بير يعني عدد زوجي يكون عندنا كتعطينا بلوس انفيني، ولا كانت ان امبير عدد فردي كتعطينا موان لانفيني. الان دابا لا دوزيام فونكسيون بولينوم، دونك لا ليميت ديال كي دو اكس بلوس انفيني ايتيغال لا ليميت ديال موان دوز اكس على بوسونس 4 بلوس اكس على بوسونس 2 بلوس 3. اذا عندنا ثلاثة ديال لي تيرم، هنا اكس اس 2 اكس اس اكس اس 4 هنا اكس اس 2 وفي الحد الثالث 3. اذا الحد الاكبر درجه هو اكس اس 4. اذا لا ليميت دو سيت بولينوم ايت ايغال لا ليميت دو موان 2 اكس على بويسونس 4. اذا لا ليميت حنا كنعرفو لا ليميت ديال اكس على بويسونس 4 ايت ايغال بلوس لانفيني، إذن موان 2 في بلوس انفيني هي موان لانفيني. لا ليميت ديال كيو ديال إكس في موان لانفيني، إذن بنفس الطريقة غادي نحسبو، غتعطينا هي لا ليميت ديال هاد لو تيرم هادا ديال موان 2 زيكس على بويسونس 4 موان لانفيني. إذا حنا كنعرفو لا ليميت ديال إكس على بويسونس 4 في موان لانفيني، 4 est un nombre pair عدد زوجي، donc la limite ديال x à la puissance 4 في موال لانفيني est égal plus l'infini. إذن moins 2 في plus l'infini هي moins l'infini. في السؤال الموالي donc déterminer la limite en moins 1 et en 0. إذن غنستعملو نفس الحدوديات ولكن غادي نحددو دابا النهاية في عدد. إذن بالنسبة للقاعدة لا ليميت ديال الحدودية بي ديال إكس لوسكو إكس تونفيرا إكس زيرو إت إيكال أ بي ديال إكس زيرو. إذن هنا كنعوضو إكس بإكس زيرو. إذن لا ليميت ديال بي ديال إكس لوسكو إكس تونفيرا أ موان زان. إذن غادي نعوضو إكس بموان زان، إذن هي لا ليميت
ديال 5 اكس ناقص 3 اكس زائد 1 اكس تنفر ا موانز. اذا 5 اكس اس 3، اذا كنعوضو اكس بناقص 1، اذا اس 3 ناقص 3 مضروبة في ناقص 1 زائد 1، اذا 5 ناقص 1 اس 3 هي ناقص 1، اذا 5 في ناقص 1 ناقص 3 في ناقص 1 زائد 3 زائد 1، اذا 5 في ناقص 1 ناقص 5، 3 زائد 1 4، اذا تساوي ناقص 1. الان دابا غادي نحسبوا لا ليميت في الصيغ، اذا لا ليميت ديال نفس البولينوم لا فونكسيون بولينوم ولكن لوسكو اكس تونفير ا زيرو. اذا لا ليميت ديال 5 اكس موان 3 اكس بلس 1 في الزيرو، دونك اون رومبلاس اكس بار زيرو، اذا 5 في زيرو موان 3 في زيرو بلس 1، اذا 5 في زيرو زيرو ناقص 3 في زيرو زيرو، اذا كيبقى لنا 1. الان دابا لا فونكسيون كيو ديال اكس lorsque la limite de q de x lorsque x tend vers a moins 1. Et dans la limite de moins x à la puissance 4 plus x carré plus 3 fait moins 1. Et dans le cas où x moins 1, moins 2 fait moins 1 à la puissance 4 moins 1 au carré zaid 3. إذن ناقص 2 ناقص 1 أس 4، إذن 4 عدد زوجين نومبغ بيغ، دونك ناقص 1 أس 4 كتعطينا 1، ناقص 1 أس 2 هي العدد 1 زائد 3، إذن ناقص 2 زائد 1 زائد 3 كتعطينا هي العدد 2. بقى لنا لا ليميت في الزيرو، la limite de q de x lorsque x tend vers a0 est égale à la limite de moins 2x à la puissance x carré plus 3 fois 0. Et donc, on a eu x 0, z 0 au carré, z 3. Et donc, on a eu 0, 0, et donc, on a eu 3. Et donc, on a eu la limite ديال واحد البولينوم بي ديال اكس اكس 0 تنفير ا بلس ولا موال لانفيني، كنديرو لا ليميت ديال الحد الاكبر درجه، اذا كنشوف الحد الاكبر درجه، اذا وكندير داك الحد اكبر درجه وكنحسب لا ليميت. لا ليميت ديال بولينوم في الزيرو ولا في اكس زيرو في واحد العدد، اذا كيساوي لنا بي ديال اكس زيرو. اذا حاولوا تضبطوا هذه المسائل هذه وما تخلطوش ما بين، لان كثير من الحالات كاين اللي كيمشي يستعمل هذه القاعده مي كيكون عندنا عدد، مي كيكون عندنا لا ليميت في عدد. دونك هذه القاعده هذه لاغيل هذه كنطبقها فقط مي كيكون عندنا لا ليميت لوسكو اكس تونفير ا بلس انفيني ou moins ou bien à moins l'infini.